السلام عليكم أحبتنا مشاهدينا الكرام، وعظم الله لكم الأجر باستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وأصحابه الميامين. جعلنا الله وإياكم من البكائين وخدمة الحسين. اليوم الحلقة ما شاء الله من البداية. سيد وجليل ووسيم وشاعر مهم، سيد عباس الياسري، حللت اهلا ونزلت سهلا. ما هلا نقد الهلا ابو الاكبر، شرفت، عظم الله لكم وماجور ان شاء الله، واحسن الله لكم العزاء ان شاء الله. اتمنى من الله التوفيق والقبول ان شاء الله. امين يا رب العالمين. وتحياتي لك وللساده المشاهدين والكادر القناه المحترمه. الله يعزك. الله يحفظك. العزيز والغالي مولى بدر الخالدي، اهلا وسهلا ومرحبا. هلا بك حبيبي، الله يسلمك. حياك الله. الله يخليك. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير ان شاء الله. طيب الله يسلمك حبيبي. صلى الله يحفظك. شلونك حبيبي؟ والله بخير الله يسلمك يا عمري. الله يعافيك. سيدنا شلونك؟ والله انا قلت لك قبل الحلقه، نعم سيد، انا وياك ما مشاوفين نهائيا. مو نهائيا ما مشاوفين، نعم، بس حقيقه انا متشرف بشوفتك. فدور روح لك للشرف، وانا جدا فخور انه اقدم هذه الحلقه. تسلم. لانه حلقه دسمه من حيث الماده، تسلم، الشعريه، تسلم، ومن حيث الصوت والاكاديميه اللي راح. شلون هالنجف؟ سولف لي. والله النجف الحمد لله والشكر، المعطاء، النجف المعطاء. الله يبارك بيك. النجف تعيش افضل حالاتها الاعلاميه والثقافيه حاليا، وخصوصا هاي العشر سنوات. للامانه هواي ناس بالنجف هم شايلين الاعلام. نعم. وشايلين ثقافه. نعم. المدينه. نعم. نعم. وشكرا لهم طبعا. نعم. شكرا. نعم. طبعا هم اشكرهم، يعني رفعوا اسم المدينه اعلاميا، واكو عندنا يعني جيل كتب باسلوب خلى الجمهور ينتبه للنجف، والحمد لله وشكر على كل حال. وما شاء الله يعني البرامج اغلبها ما قصرت وين نجف، والحمد لله وشكر على كل حال. تستاهل النجف. الله يخليكم، شكرا جزيلا لك. ذقار الحب والعطاء والشجاعه والكرم. الله يسلمك حبيبي. شلونها؟ بخير ونعم الحمد لله وشكر. شلون استقبال ذقار لمحرم؟ والله بعد تدرب ذقار بعد ملا. هي بصراحه انا من اسالك، انا يعني اعرف بهذا الموضوع، لكن احنا نريد نعلم السيد المشاهد، تفهمني شلون؟ فقلت لك اكو شغله صايره، يعني صارت بالنجف وياي انا شخصيا. عندي ولد صديقي محمد الشمرتي، الف تحيه له، قال لي يابا انت حاضر عزاءات بالعشره الاولى بالنجف؟ قلت له لا والله ما حاضر بصراحه. قال لي خلنا ادعيك، كنا ببغداد نصور، فقال لي صادفت يوم ثامن، فقال لي نروح اليوم الموكب جدا ضخم. انا يعني ما توقعت بهاي الضخامه، فهمني اخويا. دخلنا للموكب، ما شاء الله ضخم ضخم ضخم، عينك وما اشوف ناس، والرادود يقرب هذا الزي النجفي، شايف الشماغ الأفقاع ضروري، والدشداشة السوداء. عادة ما يقرأ أحمد الفتلاوي. نعم. يرحم أمك وأبوك. يرحم أمك وأبوك. ألف تحية للملة. وكانت يا أخي سبحان الله جو خاص، جو خاص. فالحمد لله والشكر، تروح الكربلاء تلقى جو خاص، تروح لذيقار تلقى جو خاص، تروح للبصر، وكأنما كل محافظة عندها طقوسها الخاصة بها، تفهمني شلون؟ فذيقار مهمة والنجف مهم، وإن شاء الله العراق كله مهم. احنا ما أعرف هذا للأمانة، احنا عندنا برتقالة وتفاحة، والحير نبدي بمن؟ الله يسلمك. بالله الكريم. خلينا نترخص من السيد. للأمانة أكو لك لطمية هواي أخذت صدى بمواقع التواصل الاجتماعي. مربية؟ مربية لو مرت حلو. يرحم والديك، نبدي بيها؟ خادمة. هي الـ 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 يعني سولف لي منو المخاطب؟ من المتحدث؟ سيدة زينب تخاطب الإمام الحسين. جيد. إيه. بعد ما تقول هي قصدها صارت عنواني. ها إيه. هذه هوية. إيه هويتي يا قصدي. جيد. نعم. نسمعها. مر بيا لو مرت حيليم، لفلفني عين الزليم. الله 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 الله.
لفلفني انا نزليم راح انا اروح الغربيتك وامشي بملامح حبتك ميت وانا ادري بك شيء اعلى الرميح عينك تريف وانت بخات حتشيك كليف قدامك انسب وانت تيف وصوت علام توني تقل من طحت حاطتني الزيني مر بي أنا مرت حليم مر بي أنا مرت حليم الله الله سلامتك حبيبي الله 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 يسلمك الله احسنت بدروحك الله جنن الهويه الله يسلمك يا حبيبي احسنت بدروح لك ما شاء الله الله يسلمك الله يسلمك سيدي شلون وضعك الشعري شلون استقبالك المحرم والله تعرف الشعراء خصوصا اللي لهم علاقه بالكتابه الحسينيه القصيده او الابديه او باقي الالوان الكتابه يعني قبل عاشور بفتره هم يجهزون جيد ويعلن عن اكتمال هذه القصيدة وهذه القصيدة الحمد لله والشكر أكو أشياء إن شاء الله راح تنقرأ العاشور إن شاء الله خاصة نسمع أبو عاشور الله يحبك أبدي بأم البنين عليها السلام عليه السلام تبعث برسالة مع الريح إلى أبو الفضل العباس عليه السلام مع الريح بطريق الله يردهم بطريق الله يردهم شار عيون دنيا من الصبر ظلت وشالة بدوية وحنينة وفاقد اعزاز ودمع الوينهم ينزل لحالة وقفت شمس غربة معصبة هموم على بر احزان هل تلطم رماله مخنوقه مخنوقه وفزع من شاف هالريح استغرب من لقاها مو بحاله الله المضيعه وردها بيانده تهيب سما وفقدت قمر شو تحط بداله عرفت اجقلها ام حزام الحسين خصالك مالحة وتشبه خصالة يا رفة شار بابنك يا ام عباس اخدمك بيه شربات الاصالة قالت له اود وياك مرسال بس كونك تصل راعي الكفالة بونا اطشرت والتمت حروف وضوء من عيون همداد الرسالة إلى ماي الوجه والعاج بالكل إلى ماي الوجه والعاج بالكل وبطار بكلهن ما يفشل يا لجل حسين جبتك ساعتك هاي أصعد غيم إذا بي عطش ينزل وانحر طالبك حق ضيعة الشوف موش انت لبسد الدرع يختل شمر دون خيك لوح المعلق وبس انت التطق ماري الطق الطق اريد اللي تسطر خياله يغدزرق والشيلة تشفى يعينونه الله الله والشيلة تشفى يعينونه يا الحر براسك على الشمس زايد
طب ميدان هولات الحق الشارد اريد يفتشون المنهم يعاند يلقون تراب بشريانه فيأتي الرد يوم شيلة ملح يمتاني الرد من العباس عليه السلام يوم شيلة ملح يمتاني الرد بدا يعيل الدنان وعنبرج هد ولأن شالوا الشوف قبال الحسين قدية الضوى من عيونهم قد حيل ابنة صدق والقابلو زور ومن طار الصدق كل زور ينهد ابن الماي أنا ويا عطش هذا يقدر جف فوق حسين ينمد شلت عرج الرمو من آخر القاع على رواق الخيم من راد يصعد ومن شهبة الآخ القلب الحسين بشفين ونظر سبقت على الحد بشفين ونظر سبقت أجأت الله يحفظك أبو أجأت الله يحفظك شهد دراما هاي اللطيف الله يحفظك أبو الأكبر شهد دراما هذا اللطيف الله يحفظك أبو الأكبر الله يوفقك شكرا سيد. جزيلا الله يطول عمرك أنت سيد من كتاب القصيدة والأبودية نعم نعم الحمد لله وشكرا ما شاء الله جيتين اثنين هن تسلم الحمد لله وشكرا موفق إن شاء الله الله يخليك شكرا اكو دعوات هاي هذا محرم ان شاء الله ان شاء الله اكثر من دعوه يعني توجهت لنا وان شاء الله نكون حاضرين داخل حدود النجف لو خارج النجف يعني مهرجان اللي معروف من النجف يعني نافذ البصيره اللي هو الكبير يعني موجود عندنا ان شاء الله متواجدين به موفق ان شاء الله الله يحفظك وان شاء الله خارج المحافظات كربلاء وبابل يعني لحد الان دعوه موفق الله يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا لك خلينا نسمع من هذا الصوت الشجي دور لك حبيبي خالد الله يعزك خالد مسافرين عمري ظلمة وانتو شوفتكم ضوى مسافرين وقبل يا محلاني نقعي سوا مسافرين ياكني بروحي الهجو وبقلبي نار ليش ليلي احترق بلي مسافرين غمضت عيني الكواكب والثريا وعيني مشدودة بدربكم بلكي جاي ما خذيتني وياك يال ما خيذ رقي بل كصادق لي رميح بالغاضري تقل لي الحبيب بيوم حمل حادلي ضعوني وحدة يا الحبيب دمع بخدودي الوريد صار الندى يا الحبيب سلامتكم حبيبي موفق الله يسلمكم يا عزيزي مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم أحبتنا مشاهدينا الكرام عدنا وياكم مع الحبيب سيد عباس الياسري وملا بدر الخالدي والأكبر الله يسلمك شو الصوت هذا والجمال تدره لك يا حبيبي عسى الله يوفقك الله يسلمك يا عزيز سيدنا اليوم شنو الطريق اللي ممكن تسلكه
وتقدر ينذكر اسمك من بين هاي الشعراء الكثيرين جدا. يعني اول شيء اختلاف باللون بالكتابه، هذا اهم شيء تميز نفسك جيد. اما تتبع الطريق يعني ولا اللي يمشون نفس الطريق ما راح تحصل نتائج مختلفه. غير الطريق باسلوب مختلف، بلون مختلف، كتابه، باشياء تجيبها جديده تكون مالتك، يعني يلوق عليك هذا الشيء، راح تختلف عنهم وراح تتميز. وهذا اللي يميز اغلب الشعراء اللي هم يعني قصدي كل الناس كتاب. اللي اليوم مشاهير كل من عنده شغله مختلفه. نعم ها نعم. كل شنو اللي ممكن يميزك؟ يعني اللي يميزني يمكن كتابتي بالابوديه. ها خلينا ناخذ ابوديه ابوديتين هيك شيء، احنا ضامنين للختام بس هيك اللي نسمع واحده اثنين ان شاء الله. خدمتك. العباس عليه السلام، سلام الله عليك سيدي ومولاي، يقول ابي أبو كل طير ذلة عش مرماي. أبي الله الله وكل طير ذلة عش مرماي، شمرت الروس والطف عالشمر ماي، لو مرخوص حمل عالشمر عالشمر ماي، ورشمت عقال المعطش رقي. السيدة زينب عليها السلام إلى الشمر اللعين قل انباع الهوى البطف، انباع الهوى البطف تم شراعي، انباع الهوى البطف تم شراعي، وانا ببحر الصلابة تم شراعي، زين ووافقت لك تمشي راعي الإبل، وش حدك من تعيل بي. الله 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 الله, 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 الله ضامين مثل ما قلت للأخير إن شاء الله. الله 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 لون الأبوذية لون رائع جدا، بس ممكن يكون بصعوبة شوية على المتلقي. نعم يعني دائما يسألونك على تفسير الجنسات. بعض مو الكل، بعض أكيد. أنا أقصد يعني أنه الأبوذية إلى جمهورها الخاص، إلى جمهورها ويستذوقها، وأكو ناس يعني هي بدون ما تشرح لها هي مفسرة الأبوذية وتعرفها. ناخذ قصيدة سيدي إن شاء الله. يا غيور الناشفة قصصهم أجوك، يا غيور الناشفة قصصهم أجوك، منيلهم وياك قربة وصايحوك، وندري عم قلبك حسين وخال روحك. الله. هناك شفت الحكم علق قتل لوحك، هو مو كل من اجا طوفان غيظك يلقى نوحك، اجوا شراي على كلمه بثمن ذلهم، يعلى غيظك من يجوك انت كلمه وما بعتها، ويا عقلهم فكروك تبيع اخوك. الله. انت كلمه وما بعتها، ويا عقلهم فكروك تبيع اخوك، دورت عن اللي يشبهك بالمكاون يضحك مني قابلوه، ما لقيت الذاب روحه وضال يمشي بروح اخوه، دورت عن اللي يشبهك بالمكاون يضحك مني قابلوه، ما لقيت الذاب روحه وضال يمشي بروح اخوه، اقباله من تقوم معنا ومن تريد القعدة معنا، ابتساماتك الرحمة وتعتبر خزرتك لعنة، الوقف حاجوز شفك بين آخ وبين طعنة، ما تضم عن الحسين وتطروح بلاية منه، ولو نويت الضم عرفك شا تضم الموت عنه، أبد من شا تضم الموت عنه، أبد من خلقك سوالف النهر كان تراب يمشي وانت فوقه ما يواقف، كان ريج الموت يابس لكن بسيفك شربهم، صايحك نبض المخيم شو بطيت، لن عرق سيفك خجل نقط رقبهم، وانت المبخر بزينب ما تهم، وكان وجه الموت شاحب صاحتك سوي لتل فوق أصعد، ود أشوفك من تحارب
وانت قلت لها على بختك يا معون تراب شنهي الا سويت الشوارب، وانت قلت لها على بختك يا معون تراب شنهي الا سويت الشوارب، ما ادري يا قاع وصلت هشتقل جدمك صبخه ما شالت خيالك. الله شاش قد براسك سوالف الزينب، كان حال الحره يتغذى على حالك، شف الذيك القاع تستاهل الطيحه وطحت صاعد، وبان بعيونك سواد الليل يركض ما نطرجف من المواعد، وانت بس بالخيم عرفك سولفت عذرك بكفك، هذا كفك مو فقط شراي حيهم، مو فقط شراي حيهم طاح منك وهل روحك نقص فيهم، الشمس اختك هذا يا غربي يلطقها اش ما ضيج الدنيا يتوسع خلقها، من علامات البخيت براسه شيبة ومن علامات النصر زينب غريبة. الله يحفظك الله 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 يحفظك الله 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 يحفظك الله الله تسلم الله تسلم ما شاء الله تسلم هذا الانتقالات الجميلة تسلم تسلم سيناريو اللطيف الله يحفظك ابو الاكبر ولا شلون هالمجالس هاي السنة خير ونعمة عندك مجالس هاي السنة والاكبر العشرة الاولى ما اطلع بيها مجالس عندنا موكب خيمة بسيطة على قولته بس كبير عند مولاي ابو عبد الله الله نخدم بيها لحد يوم العاشر بعدها نبدا برنامجي المجالس من العاشر 10 الثانية 10 الثالثة نطرق من الفا ونطلع جيد اي خلينا نسمع مله مولات السيدة زينب عليه السلام بليلة العاشر تلم العلويات وتسولف وياهن توصي كذا راح يصير كذا راح يصير تقلهن هاي آخر قاعدة نقعدي بنص الخيام باكر يمطر الصحاري ونشبعي صياحي وشتي تحمري من الشمس باكر العبي وحتى لدي شو توصي شداني الحال ترى هناك حين الما يفور وشرباني الماي يعني سوان ورا جركور الله 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 وشرباني الماي يعني سوان ورا جركور تقلهن يلسي عباكر جديمن باكر يطاف حيل حار وتفزعي النار بعبيني ونركضي كبار وزغار الله وتلبسي رقية سناسل وتشفها ما يحمل سوار الحيرة نيمطيل وجه إلمن باكر يطف كل نار وتنذيبي حكيل زليمنا ويطيح العلم والعبيد ما يجي الماي يجي لسهم والعبيد ما يجي الماي يجي لسهم ما شاء الله ما شاء الله الله يسلمك ما شاء الله أحبتنا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم أحبتنا مشاهدينا الكرام البارت الأخير من حلقة هذا اليوم ما أريد نأخذ من وقتكم بالحوارات والأسئلة أريد نسمع قصيدة من اختياراتك سيدنا إن شاء الله أحد الجنود
يوصف المعركة إلى يزيد عليه اللعنة. قال له صف لي المعركة. قال له قضيناها ركض وانترس بين البر وصفنا المغازل كثر ما نفتر. الشوارب ثقلت على الشارد من الموت وما بينا اللي يقول اسم الله على اليعثر. النخل حمل زلم قد ما صعدنا عليه جيش على النخل من العثوق أكثر من العثوق أكثر. يبسنا وركض بينا الفاصل التنور ويبس حتى الهوى ومو سهل يتكسر. شنو من حرب هاي اش دون التاريخ الواحد يقدر لها وجيش ما يقدر. عطشنا الطفل والعبل عد حسين عطشنا الطفل والعبل عد حسين. حسبنا لا نعم لو عطش تتغير طاح الأكبر. توقعنا ضعفه بهاي لكن ما عدنا حظ الطلع بعد أكبر لكن ما عدنا حظ الطلع بعد أكبر. خنق 70,000 من صاحنا العباس ينجر الجبل النفس ما ينجر. خنق 70,000 من صاحنا العباس ينجر الجبل والنفس ما ينجر. اش خف رقابنا واش ثقل المؤشر اش خف رقابنا واش ثقل المؤشر. وين الريش حيل لطيحت المرمر وين الريش حيل لطيحت المرمر. إنا ندمنا قد تكون المقنعة في وجه من بين الشموخ ترعرع. أما بغيرها لا تكون نجاتكم قد تشبه من في الهواء تبرع. لمكانه إن العيون تدلكم إن تغضبوه فلا أظنها راجعة. ثمن بذل لا يباع كمثله لا يشترى بطل الجهات الأربعة. سلامتكم الآخر. الله 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 سيد موفقين إن شاء الله. ملا من الشعراء اللي قتولك؟ والله أبو الأكبر خاف أعدد إنه أظلم أحد أو ها يعني مو شعر واحد؟ لا خير من الله الحمد لله شكرا. جيد تتفقوا ياهم قبل محرم مدة زمنية بعيدة؟ إيه لازم ها والله. وأنت تقول الحان أدزلهم الحان أم قصيدة تجي جاهزة مثلاً لحنها بيها من هو بيها جيد. هو كاتب عليه لحن معين مثلاً جيد إيه تجيني شيء جيد. خلينا نسمع شيء فدور لك أقرأ المولات العليلة والنوبر ناخذ أبوذيات بيناتكم خادم خادم شاعر القصيدة الملا حسين خريب السيدي أنعم وأكرم فدروه لك. تقول اشتاقيت لك يا ضحك وعدي منك كله اشتاقيت لك وحق ضيم ما قدرت عفي عيني شقد بجيت قضى الشوف وما قضى اشتاقيت لك. تقول لها يا قلبي شوي اكيدني خل اشوف الفارق توم يجوز اقيل لك مو تغبشه مو تغبشه ما اريدك لو شفته انا بيت وعديم حنين وكل شيء عزون بيتهم عزون بيتهم. تقول لحاتيني
عطور وادي من كله حاجيني مثل اللي حجاية بمحلها اشتاقيت لك اشتاقيت لك. الله 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 سلامتكم حبيبي. الله 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 خذوا لعينك. الله يسلمك. الله الله عليك يا حبيبي. امنيتك شنو ملا؟ امنيتي ازور السيدة زينب ان شاء الله يا رب تتحقق. خذوا روح. امنيتك سيدنا تقبل كل اعمالي. امين يا رب. نعم ان شاء الله. ميدان العبودية حاضرين حاضرين. السيدة زينب عليها السلام ترى الشمر اللعين وهو على صدر الإمام الحسين عليه السلام، تقول له ساحل دم ساحل دم ولاه ساح جنت لخوي أو كحج مكة ساح جنت ساحل دم ولاه ساح جنت لخوي أو كحج مكة ساح جنت حسين مرايت الله ساح جنت ساح جنت علت بالله قبل ما تعيل بيه. الله الله الله. السيدة الرباب عليها السلام تقول حار السهم وابن حار جيد حار السهم وابن حار جيده ولان حاول ينحر حار جيده. الله الله. حار السهم وابن حار جيده وابن حار جيده ولان حاول ينحر حار جيده حار جيده يا درب الصبر قلب حار جيده شجد يا درب نجغه موت بيه على جسمك شفت عسكرها تدر بيك تصد لي وحوافرها تدور بيك تدر بيك ما شاء الله الخير الخيل الخيل الجاية ليا تدربي ميك الخيل الرايحة تبعدك عليا أخاخ أخاخ. الله الله. يقول ما هم جامعتهم لما لحمات عليدي ما هم جامعتهم لما لحمات عليدو دنيا مسخت لم لحمات أبو من مات وابن لما لحمات أبو من مات وابن لما لحمات وفتش بالحوافر عن بيه. الله 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 يحفظك. الله بعد 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 بعد. السيدة زينب عليه السلام لهذا الموقف تقول له هلك هلك للعز دمهم ساح لتهم هلك للعز دمهم ساح لتهم ابجتلهم حجر عسكر ساح لتهم الكل متهم ابجتلهم حجر عسكر ساح لتهم غدا عمتك كلهم ساح لتهم وراويهم شجم عباس بيه شميل بخيام ترهش ما يعدكم الدهر ملزم سباي زينب رحمة لأمك ما يعدكم أصعد بالله أصعد 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 ما يعدكم يا زينب ما يعدكم لحسينوم عبد الله على ديا اخوها البوسه تجفوفه لهط راق النهر
الخوها البوسة تجفوف لهط راق النهر والسيف لرقبهم لها طراق الحمزة طراقلة وزينب الله الحمزة طراقلة وزينب لها طراق بخطبة ومن يرد على الهاشمية الله الشمر اللعين يسولف زينات قدامهم عون قل له تهذر بالزين تهذر بالزين وين أخاب زينك اتحذر بالزين وين خاب زينك وتزين بالمواقف خاب زينك تغثها شي اخوتها خاب زينك تغثها شي اخوتها خاب زينك خبز وتوالم وياك الخطيه شمي بالأكبر بشمس ما حد يسوّض العل حسين وما مش ثوب الطف ظل على حسين بشمس بشمس أوي 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 بشمس ما حد يسوي ظل على حسين وما مش ثوب الطف ظل على حسين ظل على حسين الخيل 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 وياها يا بامات ظل على حسين بحوافرها وصال خمات رقي سلامتكم حبيبي ماجور فدروه لك موفق فدروه لك الله يستر شكرا لهذا الصوت فدروه لك يا حبيبي عسى الله يوفقك واتمنى لك الله يستر والله اتمنى لك مثل ما اتمنى لنفسي فدروه لك حبيبي شكرا سيدنا الله يحفظك الجميل تسلم وشاعر المهم تسلم ربي يوفقك تسلم وماجورين بخدمة سيدي ومولاي أبو عبد الله سأل الله القبول وصلنا وياكم ختام الحلقة شكرا جزيلا شكرا تحب تقول لسيد المشاهد رحم الله والدك سيد المشاهد أتمنى يعذرنا إن كان أكو فد خطأ أو أي تقصير وإن شاء الله نسأل من الله العلي العظيم أن يقبل كل اللي قرأناه أنا والملة موفقين ونكون قد وفقنا في هذه الحلقة أمين شكرا للدعوة شكرا للسادة اللي خلف الكواليس وشكرا للقناة والمشاهدكم الكرام موفق إن شاء الله ملة بالأكبر حبيبي جزيل شكر لكم متابعين الكرام شكرا على الدعوة الحلوة الحسينية الموفقة إن شاء الله عسى الله يوفق يا حبيبي الله يسلمكم إن شاء الله شكرا جزيل شكرا لك حبيبي أحبتنا مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم إلى ختام الحلقة كان معكم في الإعداد والتقديم أخوكم علي المنصوري